اسمع قلت لك شخص فاز تمام جايك محل اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ فتلة في الشورت اليوتيوب. من زمان ما عملنا فتلة في الشورت، فبنعمل فتلة في الشورت الحين. ايش بسوي؟ بنسوي فتلة في الشورت، بنسوي فتلة في الشورت واللي يطلع لنا بنعطي عليه رياكشن وبس. بنسوي لك اشتراك، سوي تفجير تحصن دوست، تابعنا عليك كان تابعنا سنبات، تابعنا النبي سبحان الله بنسوي عظيم. ليتس جو، نبدا المقطع. لو اللعيبه ما كانتش ضيعت ولا تسديده في حياتها، هاري ماجواير 410 جول، فينيسيوس جونيور 931، محمد صلاح 1610. جل احد الكلام عن محمد صلاح. هي معجزه نبينا يحيى عليه السلام، احياء الموتى. لا هذاك سيدنا عيسى مشى ورسم مقطوع. الله، هذه ما درستها. ارمي الخيل غلط. يا عيال، ابو عمر من اكثر الناس اللي تضغطك في الفوازير. شي يوم ان شاء الله بكون انا موجود معه ان شاء الله. عفوا سيدتي، نحن نصور فيديو يوتيوب نسال فيه الناس اسئله غريبه، هل نقدر نسالك سؤال؟ اوه طبعا، ليش لا. اوكي، ماذا لو حاول لص سرقتك في الشارع؟ هل تقدر تدافع عن نفسك؟ بالتأكيد لا. ماذا عن الصراخ أو طلب النجدة؟ مستحيل، أنا من كثرة الخوف راح أتجمد في مكاني. أوكي فهمت، أعطيني فلوسك. حول عليه. استغفر الله العظيم. يلا كلش بسم الله جاهز. يلا بشار. أوكي بسم الله. يا الله بشار، إيش هذا؟ كوتش كوتش كوتش. يا شباب انا قلت معصوب عليك، لو جبت فول مني جاي. يا كوتش عم السوق، يا كوتش، يا كوتش عم السوق. لا يعجبني لما تكلمون سعودي، طلع لجد ضاحك. استغفر الله العظيم. بس في الشارع العربي انا اكثر شخص كاره للمحتوى الكروي. حلو، لكن في الشارع العربي من افضل المحتويات الكرويه. اتوقع ان تابعت له ثلاث اربع مقاطعه، قلت ارباع مو ثلاث ارباع. يا عيال صلوا على النبي ولدكم. كنت قاعد عم اتسلل المطبخ الساعة 3 الفجر عشان اساوي عملية تسلل سرية لعمل صحن اندومي. لما اخذت كل الشغلات اللي لازمتني وخلاص يعني طبخت وخلصت، وقعت مني الشوكة. لا 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 بليز لا، خلاص وقفي. فيو الحمد لله ما حدا سمع. لا 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 لا. انا يعجبني اديب اديب اديب، يعجبني مرة. وصارت عشان سوري، انا عنصري. تعال امزح. ناس غريبة صراحة. سيارتها لاند كروز. اوكي اوكي، الحين حتى فهمت. في واحد يقول الام جي غلطان لانه ماشي بسرعة منخفضة بالمسار الايسر، المفروض يرفع سرعته الى حد السرعة المسموحة. صح، انك تاخذ اليسار لازمك تمشي بالسرعة المسموحة، ما تمشي 10 20. لا، تبي تمشي 10 20 خذ اليمين. اوكي اوكي، انا ما فهمت، فكرت انه يعني لف عليها او شيء. خذوها مني انها بنت اللي قاعد تسوي. يا بنات ما نبي شكاوي قضايا، لا الله يرحمها. قاعد نمزح انطق. اكبر شاشه بالعالم RTX 4090، الكرت عملاق جدا لدرجه الماذر بورد العاديه ما بتقدر تحمله، وحتى لو مسكت الكرت من العرض كانك ماسك حبه برجر. بس مواصفاته جباره، الكرت اقوى من 3090 مرتين، وعليه 16000 كودا كور، وحتى سعره خفيف. بس كم تتوقع يكون سعره لما ينزل بلدك؟ حوالي 5000 ريال، يعني زي كاي كرت شاشة نزل. تعال يلا رجعي. ممتاز، خلص رهيبة. قل له وقفي وقفي. لا لا انت هطف كده. ما جرم جيمز خلص مقالبه مع اخوه علي، حول على شانك. انا وبابا داخلين تحدي مين الجامد ومين الاجمد، وابتدى كل واحد فينا يخسر. ابوك الجامد من الاخير، ما يحتاج. ما احلاك اصلا وانت قاعد تقارن حالك بابوك. ابوك اجمد 100%. يا الله، الحين هذا وين بيشوت؟ طالع على جهة اليسار عنده، شكله بيشوتها يسار. يا الله يا هلا. انا كنت حارس اول، اوكي بقعد افضفض لكم. كنت حارس، صفقت بالكرة على وجهي، بطلت. الحين انا مدافع، من افضل المدافعين.
اذا كنت رجال تعدي واحده من اثنين، يا الكره يا رجلك. من الاخير هذا القانون اللي ماشيين عليه. ابو الاحران اللي ما شاء الله افضل لاعب بالقدم اليمنى كريستيانو، بالقدم اليسرى ميسي، من حيث السرعه تيري هنري، قوه القوه بروح لايرلينغ هالاند، المهاره اندريسن ييستا، الذكاء الذكاء بختار دي بروين. هذا انا احبه مره، يعني يعجبني خليل بلوشي، خصيصا اذا محضر لك شعر في المباراه خليك تبي تصير، يعني مو افضل لا ابي خليك تبي تصير كذا تلعب عشان هو يعلق عليك ويعطيك شعر. واخر شيء انت كره ما تعرف تشوف. لو حاولت اثبت هالجنينه على عود خشب فبالطبع راح تسقط، ولكن لو حطيت اثقال على العود وثبتت الجنينه فما رح تسقط، ولو حطيت عود من الأسفل وعود بالوسط وأزلت الأثقال فبشكل غريب جدا ما رح تسقط الجنينة عشان التوازن. يا ود السيارة فاتحة، هذا مرض جديد يخلي الناس تنسى. يا ابوي تسوق امه انا اتكلم مشاعر بس. يلا تكلم والله تكلم يا عيال ابو شيو. كده سكتشات غريبة. هو أبو سعيد في شخص كاتب الماب بدون بيكاكس أفضل، صح أنا أتفق معاك، لأن الماب فكرة وان شوت، يعني تقتل اللي ضدك بطلقة واحدة زي كذا. لو في بيكاكس راح تطلع البيكاكس وتضرب هذا الشخص، ما راح يكون في متعة، عشان كذا أنا شلت البيكاكس. لا بالعكس، خلي رجع البيكاكس، أنا أنصحك نصيحة يا باسل، رجع البيكاكس عشان ما انتبهين صاحبك ممكن أنك تشكل، أنا كنت أنهان فيه والله الحمد الحين بطلت انهان، مو لاني صرت العب، لا صرت لاني بطلت العب. انت طالقه يا عيال، هذا ما حيتابع الاخوي صغير. الله يجوزك جهنم. ها الله يجوزك جهنم، قول امين. امين يا عيال كلكم قولوا امين. هذه لعبه سويتها من فتره في محرك سكراتش، وهي عباره عن انك تضغط على البالونه ذي وتاخذ نقطه بس حرفيا، لكن في ذي اللعبه في امبوستر وتضغط عليه وتاخذ نقاط. يا اخي ايش ذي الالعاب الغبيه. اخر لعبه معانا هي هذه، في كوره تطيح وانت تطيرها لفوق بهذا الشيء الاخضر. المقطع الجاي فيه لعبه حلوه صدقوني. يا عيال ما شاء الله عليه هذا صغير، هذا اخو سوق رهيب ما شاء الله عليه، الله يحفظه يا رب، وان شاء الله بيكون من افضل صناع الالعاب. عندما ذهبت الى منزل جدها في العيد، اخرج جدها كميه كبيره من النقود وقال هذا الكلام. How much do you pay for a paint car? I mean, if you're that bad off, I'll buy it. Jeez, if you're that bad off. You're so funny, Grandpa. Wow. والله يا انه كبسها على عينها، اقسم بالله العظيم. You're so funny, man. Grandmother. شو يعني؟ والله تستاهل. عشان تعرفون انه الامريكان ترى قوانينهم ما حد الناس ما تعجبهم، لا مين يعجبهم؟ الاطفال اللي باقي مخ مسكر. يعني شوف الشباب ما يعجبهم ايش هذا الكلام اصلا. والله يا صفقة، انا يعجبني ذا الشايب. حسابي 65. اختي مرفوضة. طيب لا والله. طيب لا بس عندنا طريقة ثانية. استوى انا معي لاك عشان تعبان. الطريقة الثانية انت ليش؟ استغفر الله العظيم. وإلى هنا كانت الحلقة، لا تنسوا لايك واشتراك وسبت مجد الله صلى الله استغفر الله كانت تبني على سنبات صلى الله عن النبي سبحان الله وعن سبحان الله عظيم. و سلام عليكم.